في عام 1999 كان بوريس جونسون الصحفي ذو 35 عاما وقتها رئيسا لتحرير مجلة ذا أوبزرفر، إلى أنه لم يكن يتوقع يوما أن يقوده طموحه إلى أن يصبح الرجل الأقوى في بريطانيا حاليا. ولد جونسون في 19 من يوليو عام 1964 في مدينة نيويورك، لينتقل بعد ذلك مع عائلته إلى بريطانيا خلال طفولته. بدأ جونسون حياته المهنية عام 1987 كصحفي في جريدة التايمز، ثم انتقل للعمل بصحيفة التلغراف إلى أن أصبح مساعدا لرئيس التحرير. وفي عام 1999 عين رئيسا لتحرير مجلة ذا أوبزرفر، ليبدأ منذ هذه الفترة التركيز على ميوله السياسية بشكل أكثر جدية، إلى أن أصبح عضوا في البرلمان عام 2001. لم يكتفي جونسون بهذا، فقد أصبح عمدة للعاصمة لندن في 2008، وفي عام 2015 تم انتخابه كعضو في البرلمان. وبعد أن أصبحت تريزا مي رئيسة للوزراء، عينته في يوليو 2016 كوزيرا للخارجية. وفي يوليو 2018، وبعد 3 أيام من اجتماع يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلن جونسون عن استقالته من منصبه ليعود بعدها من جديد عضوا في البرلمان.